السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي في حد ولاد عبدون بخريبكة، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرة والجالية المغربية والناس مولين المدن الكبرى في المملكة المغربية. كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، عيالة رجال أبناء أولاد أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 23 في شهر 10 2022، الخيرة تنوال جميع المشاهدين قناة زيت المرجان. شباب تونا أهلا بكم. وشحال حمو؟ الله 360. ما تنساوش تشاركوا معنا في قناة زيت المرجان في التوك توك والفيسبوك واليوتيوب، مكتوب عليها زيت المرجان. تو القزاري دخل الزيت المرجان اللحمه اليوم فريد قاب 45 درهم 70 درهم شحال؟ 14 تيقول لنا السي محمد كثر من 14 في بقر مليح بقر مليح بحال هذا بحال 13 واش 14 حتى 14 14 حتى توقيب عشرين في التور الجزائري سي محمد البرهمي. تنحيوا كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا بكم جميعا. كان مولاي يقول 470 هذاك حد ما عرفتي شحال؟ قال 550 ها؟ شحال؟ 550 لا غلاوي الحم 14 100 وزيادة لا ما ساعدنيش الحلقة في الجزائر واش نعدي هنا شد هذاك واو هذا حد ولد عبدون بخريبكة، السلعة موجودة والثمن كاين. شحال؟ 335 335 هذا العرض الزرق تيقول لنا هذا صاحب برهمي من ولاد ابراهيم. نحييو كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا بكم جميعا. شحال؟ 380 البراد عيد تيقول لنا 380 شوف هذاك لا شويه 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 قاعد نعمل غايتس قاع والله الزيتون
هاد جوج وهذاك شحال اللي شاد؟ 370 هادو 670 اش قلتي لي؟ في السوق الاسبوعي بحد ولاد عبدون بخريب كان نحييو اي مشاهد قناه زيتون بخريب كبرتك هذاك قول لي الثمن شحال يلا الثمن شحال؟ 34 ما عليكش ما عليكش اسيدي حد ولاد عبدون السلعه 70 درهم وين حاج؟ وهلا شل اه صح شحال فيها الحاج؟ شحال فيه؟ 70 كاين السلعة وين كاين الثمن اللي كاين؟ 70 درهم اللي كاين كاين تا البقر الزرق كاين تا 70 درهم شحال وسامة شحال؟ جوج ملايين و 38 شي حاجة سيزيتونة البقر خليه ثمن سبحان الله أستاذ أنا شاري فيه وين بزاف أنا الحساب بزاف أوريدي بزاف مليون و 56 أنتم أبوك ولا وحدك؟ أنتم أبوك ولا وحدك؟ وتفيل السوق غالي يا خويا او يبقاو هالصبارة او الصبارة بحال بوشافي ولا هذاك تبقى يهرب لا ما يهربش تبقى يحيد هذاك الفرق لا يهرب تبقى يدير الفير يراه مع واحد مليح هو هذا ياك بلدي ود البلاد اي ما عندي ما نقول حد يا ما هذا وتشافي الاخر ياك هاتوك الزهره في مدينه خريبكه بوهدوي ويستوى ياك حتى اليوم حتى اليوم ما تشافي هل زوين زوين فيه 10 باعوه ب 24 تشركتي فيه وديت فيه واحد البركه مو هادشي تشركتي لا تشركت هذا هو البقر البلدي الاصلي كان على رضوان على باعوه ب 24 شحال الطعام هذا؟ سي رشيد هذا يبيع ويشري في الدروباق وكزار وبشحال اليوم اللحم المعلم؟ 14 ما عندي ما نسالك ما عندي ما نقول كاينه 70 درهم اليوم والمليح راه فايت 70 درهم ياك سي رشيد 75 هذاك وهذا 68 68 تل 70 درهم وبشحال هاد السفرة سي 314 ألف شحال فيها تقريبا سي رشيد؟ واحد على جوج دراهم بزاف عليها واحد على جوج دراهم عجلة عجلة قال لي الميزان ضلعة هي فيها الضلعة؟ اه كاينة الضلعة شحال فيها سي أحمد؟ راه قال لك المعلم انا قلت زعما درهم و 40 ياك شاري فيها على 40 ايوا غادي تكتبوك وانت تبيع وتشري في الدروبه هاد الخيرات كما تشوفوا معنا بحد ولاد عبدون تنوريوها لجميع المشاهدين قناه زيتون مرجان دروبه الجزائريه شحال اخويا هذا ولد وادي
عموه وقراش توت يبيع 20 في الدروب ابوه 1,070,000 1,070,000 شي دير بخير ناشط شحال الخير 1,065,000 دروبه شهر ورجال دروبه مليحة زينة تبارك الله في حد ولا تعبتون بخريب قال اللحية أهلا أغلى جابوا الله مثلا جابوا الله جابوا الله شكون اللي جبتو انا راه جابوا الله انا اللي غليت البقر الحمد لله سيدي زدنا في الميزانية الحمد لله كما تشوفون الخيرات تاع الدروباق الجزائرية حد ولا تعبتون بخريف شحال طاو شحال شحال سالة وبين هالدراوي شبيه شمر شمر ورشم زين ابراهيم والله لا حيد عليك من اللي قال يا ولدي والله لا داه واحد وخينا ما حدني غير هذا يا صاحبي ما كان 82 85 فيها بين 30 و40